النهارده بنحتفل بعيد ميلاد الحاوي وليد سليمان، النهارده عنده 36 سنه. طبعا مشوار طويل من الانجازات والارقام الطيبه مع النادي الاهلي، 6 دوري عام، 1 كاس مصر، 6 سوبر مصري، 2 سوبر افريقي، 1 كاس كونفدراليه، لعب 277 مباراه، سجل 68 هدف. افتقدناه في نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن بالطبع كانت اهم شيء صحته وسلامته، ونتمنى له التوفيق يا رب باذن الله ويعود سالما خلال الفتره اللي جايه الحاوي. فالاهلي ليس لديه ساحر، ولكن لديه حاوي يستطيع ان يحرز اهداف متميزه تصعب على اي مهاجم احرازها مثل الحاوي وليد سليمان. كل سنه وانت طيب يا كابتن وليد. بعد الفاصل كلام مهم جدا في ترند.